أيها الأحبة، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. علينا أن نتحسس مسؤوليتنا وأن نعيشها. على الرجل أن ينطلق ليحرك طاقته في المجتمع، وعلى المرأة أن تنتفض وتحرك طاقتها في المجتمع. نحن لا نريد للمرأة أن تعيش على هامش الرجل، ولكن نريد للمرأة أن تعيش مع الرجل جنبا إلى جنب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وينهون عن المنكر السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. عقل ينفتح على عقل، وخبرة تنفتح على خبرة. إن الطاقات التي أودعها الله في ذواتنا هي مسؤوليتنا. لا يجوز لرجل ولا لامرأة أن يجمد طاقته أو يقتل طاقته أو يضيع طاقته. لذلك الحرية تؤخذ ولا تعطى. الطاقة تنطلق من خلال الذي يحركها. تعالوا لنحرك كل طاقاتنا، تعالوا لنتحمل كل مسؤوليتنا، تعالوا حتى تكون المؤسسات التي تتحرك من أجل كل المحرومين مؤسسات الأمة كلها، ليتحمل كل واحد منا مسؤوليته.